من قال إن تونس بدأت مع قرطاج وملحمة الفينيقيين وجلد ثور عليسة؟ إن التاريخ يدون لتونس محطات أقدم من ذلك بكثير، فالتواجد البشري على هذه الأرض يعود إلى 2.5 مليون عام، حيث حدث أن شهدت أقدم تواجد بشري بشمال إفريقيا. إن الحضارة الآشولية التي وجدت في الكاف وتحديداً في سيدي الزين تؤرخ لها المجموعات الأثرية للموقع والمحفوظة بالمتحف الوطني بباردو، مثل ما دونه العصر الحجري الوسيط بالعكاريت في جابس، لتقول تونس: إنني كنت حاضرة بين 100,000 سنة و40,000 قبل الحاضر. تزامنت أيضاً مع الحضارة العاترية بنفطة. ومن بقايا التاريخ أيضاً الحضارة الإيبيرو مغاربية وما تركته من آثار ببير أم علي بالجنوب الغربي التونسي وتحديداً بقبلي. حضارات الجنوب كثيرة وأكثرها شهرة الحضارة القبصية بشقيها القبصي النمطي والقبصي الأعلى، وأهم المواقع هي المقطع وبرتال فاخر وبير الخنفوس ورديف بقفصة وعين متهرشم بالقصرين وسبخة حلق المنجل بسوسة. وإن كانت الآثار المكتشفة تعتبر نادرة في العصور السابقة، فإن تلك المتعلقة بالعصر الحجري الحديث تعتبر أكثر غزارة من سابقيها، وذلك بالنظر إلى أهم المواقع التي تدل على ذلك العصر كالدكان الخطيفة بسليانة وكفل عقاب بجندوبة وجبة بباجة. أما فترة التاريخ القديم على أرض تونس فبدأ مع ظهور الفينيقيين على السواحل التونسية في عام 1200 قبل الميلاد، لتكون أوتيك بعد قرن من ذلك التاريخ عاصمة مضيئة على البحر الأبيض المتوسط. أوتيك، آتيكا أو عتيقة القديمة، كانت نقطة انطلاق الفينيقيين نحو غرب المتوسط، وخلال تلك الألفية الأولى قبل الميلاد كان زمان تطور الميغاليتية المغاربية من خلال بقايا الهندسة الجلمودية الجنائزية في مواقع موجودة في الوسط الغربي لتونس كمكثر وحمام زواكرة وإلاس وميديدي، إلى أن جاءت سنة 14 بعد 800 قبل الميلاد لتتأسس قرطاج عن طريق المهاجرين القادمين من سور، ولتصبح على مدى 6.5 قرون عاصمة المتوسط الكبرى ومنارة العالم. التوسع القرطاجي في شمال إفريقيا كان شمال سواحل الشمالية والشرقية للبلاد، ولتتمدد المدن والعواصم على أرض المحروسة: دقة، كركوان، أدروميتم سوسة، مكتاريس مكثر، وطبعاً قرطاج وسيكا وزامة، ولتبدأ بعدها الحروب البونيقية وملحمة حنبال وسقوط قرطاج وتأسس أول مقاطعة رومانية بإفريقيا. صمود ماسينيسا ويوغورتا وثورة تكفريناس ضد روما لم تمنع هذه الأخيرة من احتلال كامل بلاد شمال إفريقيا، لتزدهر بعدها إفريقيا الرومانية. تمت إثرها رومنة المجتمع وشيدت المسارح والمواقع الأثرية في دقة وسبيتلا وتبربو مجوس وتزدروس الجم، رابع مسرح روماني في العالم. عرفت تونس أنذاك ميلاد القديس أغسطينوس وحكم الفاندال وإفريقيا البيزنطية وأثار حيدرا وقصر اللمسة وعين تونجا وبرج هلال، إلى أن جاء عقبة بن نافع وأسس القيروان في السنة 70 بعد 600 بعد ميلاد المسيح وبعد 100 سنة من ميلاد سيدنا محمد. ورغم المقاومة البربرية للفتح الإسلامي وزعمائها كسيلة والكاهنة، إلا أن الفتح من تونس وصل إلى الأندلس بعد 40 عاماً من ذلك التاريخ. في القرن 8 ازدهرت القيروان والدولة الأغلبية وكانت عاصمة الإسلام الأولى في شمال إفريقيا. تأسست إثرها المهدية في القرن 9 على يد عبيد الله المهدي، وانطلق منها الفاطميون وأسسوا قاهرة المعز.
لم تصمد الدولة زيرية بعد زحف بني هلال على إفريقية، وانقسمت إفريقية لدويلات مستقلة، بنو خراسان بتونس وبنو زير بالمهدية. نظام الحماية من طرف النورمانديين فرض على المدن الساحلية، إلى أن جاءت سنة 1228 وشهدت انتصاب الحفصيين بإفريقية واتخاذ تونس عاصمة للدولة الحفصية. شهد القرن الرابع عشر ازدهار إفريقية الحفصية، وانتشرت الصوفية، وولد ابن خلدون، وجاء الموريسكيون. اتسم التاريخ الحديث بداية من العصر الوسيط بالهيمنة العثمانية التامة على البلاد، تلاها العهد الحسيني وعهد الأمان، وهي الفترة التي شهدت إنشاء العديد من معالم مدينة تونس العتيقة. فسيفساء وقلاع ورباطات ومسارح وأماكن عبادة وأقواس النصر تقف كلها منتصرة لهذه الأرض، وشاهدة على أن تاريخ تونس الإنساني يمتد على ملايين السنين، ولتصبح عاصمة تشع بألف لون ولون بشمسها وضيائها وزرقة بحرها وسمائها، ولتكون فعلا تونس عاصمة التاريخ.